ما دام صلى مع الجماعة لازم يكمل مع الإمام، ما كاينش من هذا تجيب سجدتين ركعتين وتبقى تسنى حتى يكمل الإمام التشهد الأخير وتسلم معاه، ما كاينش من هذا. إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. دخلت مع الجماعة كمل مع الجماعة، تحب تصلي صلاة قصر وحدك أنت مسافر صلي وحدك، ما تدخلش مع الجماعة. علاش تدخل مع الجماعة؟ تحب تجيب الأفضل جيب الأفضل، صلي ركعتين وسلم وحدك. أما إذا كنت دخلت مع الجماعة ومع الإمام لازم تبقى مع الإمام حتى يكمل الصلاة. هذا غلطة يديرها بعض الناس، يجي يصلي معنا الظهر ولا العصر ولا العشاء، يجيب التشهد الأوسط قاعد يبقى قاعد، يبقى يتسنى حتى أنه يجيب الإمام الركعة الثالثة والركعة الرابعة ويتشهد كيسلم يسلم على الجماعة. منين هذه الصلاة هذه؟ كيفاش؟ يعني يا من جهة صلاة جماعة ومن جهة قصرا بالنسبة لك أنت، كيفاش؟ هذا خطأ لا يرتكبه الإنسان. المسافر يصلي بجماعة. إذا كان أفقههم، قال العلماء إذا كان أفقههم، جانا واحد عالم مثلا فقيه وكبير وكذا ومسافر، نقول له تقدم بينا أنت صلي بينا. يصلي بينا ويسلم وإحنا نوض اللي بعده، الجامع كامل ينوض، يصلي الركعة الثالثة والرابعة. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى مكة في الحج، فكان لما يجيب ركعتين وبعد يقول أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، يعني أنا مسافرين نوضوا أتموا صلاتكم. نعم أي كل واحد واحد برا شان جيب الثالثة والرابعة واحد. يعني الجماعة بعد كمل كل واحد واحد. كل واحد وحده، كل واحد وحده جيب الثالثة والرابعة وحدك. ما تمام ما كاينش ما خلاص الإمام سلم. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.